ريمات مكتبه هنا. نشوف نشوف צריך להגיע ל... איפה זה? אבו גזלי, אזור אבו גזלי. תחכי נא, אח אברהים טראבי, באשי. תחכי נא, שו אללי שפתו אליום? תג'וול היק במנטקה השמאלית של סכנין, ושפת זי קונבלי, אישי. בסט בלבוליס, אסס יג'ו. يعني كما يبدو انه هاي المنطقه مليانه، منطقه رقم 9 معروفه انه هاي منطقه كانت منطقه تدريبات، منطقه عسكريه معروفه تم مصادرتها بال 76 بعد منطقه عسكريه دور اسرائيل وقبل اسرائيل. نعم في بعد في قنابل في موجود يعني تم العثور على مئات يمكن القنابل وال كثير وحتى راجمات صواريخ هاي في منهن ومنهن حتى كانت الطيارات تسقطها ولكن ظلت هالقد حية وفي منهن اللي بتصدي يعني فيه حي بفقع هذا اي واحد يعاقب فيها بتفقع ولد او شيء ده على ذلك انه كثار من شبابنا من شباب سخنين وعرابي يمكن اللي راحوا ضحية كثير راحوا ضحية هاي الشغلات مش لازم تظل الصحيح لازم هاي خلص يطلع بوليس ويفقعها مع انه كان في توجهات عديدة من اعضاء الكنيسة العرب بالذات مسعود غنايم لقضية تنظيف وتمشيط المنطقة الا انه كما يبدو الارض بتنبع في كثير هاي في موجود بعد موجود كثير صحيح وخاصة بتظهر لما بيكون في تنظيف اراضي ارض بتعزل بتبين قضية تعزيل الاراضي بتظهر هاي القنابل كلها مضبوط بتبين انت اتصلت طبعا بالشرطة اكيد الشرطة راح تيجي الطريق شكرا لك